bout number 161 in Ring B in women's middleweight category. В красный угол приглашается боксер, представляющая Марокко. Into the red corner, please welcome the boxer representing Morocco, Khadija Marti. شكر خاص للموقع الإخباري ألفاس بريس على هذه الاستضافة المتميزة واللي من خلالها تكرس يعني ألفاس بريس عن الاهتمام ديالها الواسع بالرياضة المغربية بصفة عامة والملاكمة بصفة خاصة. خارج المرضي البطل العالمية اللي حققت واحد الإنجاز اللي غادي يبقى يعني خالد يعني في الذاكرة الرياضية واللي غتعزز به يعني الخزانة يعني الوطنية الرياضية. فضية بطولة العالم سنة 2019 بروسيا بأولان أودي والميدالية اللي حققت الموسم هذا بتركيا فضية وزن 81 كيلوغرام. هذه الفضية هذه صراحة الأولى من نوعها في تاريخ الملاكمة المغربية وجاءت لتزكي يعني بوزن كبير يعني الإنجاز اللي حققت سنة 2019 بأولى أودي. خارج المرضي الملقبة صراحة بالمرأة الفولادية المرأة اللي المرأة المغربية اللي المناضلة اللي كتناضل يعني في الحقل الرياضي وكتمثل المغرب والمرأة المغربية أحسن تمثيل يعني في المحافل يعني الدولية. وخارج المرضي معروف على أنها صراحة تقاوم بشدة وكتبحث عن إثبات يعني الذات ديالها وهذا ما حققت من خلال يعني حصولها على فضية وزن 81 كيلوغرام في الدورة 12 اللي احتضنتها اسطنبول تركيا الخاصة بمنافسات بطولة العالم السيدات. خارج المرضي تفرجنا فيها في كأس محمد السادس الدولية بمدينة مراكش سنة 2014 واللي هذيك الدورة اللي عرفات يعني الوفاة ديال الأم ديالها رحمها الله بالمدرجات بحكم أنها كانت تشجعها على أمل يعني تحقيق نتيجة إيجابية والظفر على الميدالية الذهبية وبالفعل يعني حققت يعني المبتغى. خارج المرضي وتوجت بذهبية وزن 75 كيلوغرام في الدورة الدولية لكأس محمد السادس اللي احتضنتها عاصمة النخيل مراكش. خارج المرضي صراحة هذه النتيجة هذه اللي حققت يعني جاءت لتكرس يعني المجهودات يعني الجبارة اللي كتقوم بها يعني الجامعة الملكية المغربية للملاكمة برئاسة عبد الجواد بن الحاج اللي ترأس الجامعة سنة 2002 وعمل على يعني تأهيل يعني المنظومة الرياضية الوطنية الخاصة بالملاكمة وحقق واحد المجموعة صراحة ديال الإنجازات يعني الرائعة والجيدة على المستوى الدولي. نذكر من بينها الذهبية ديال المهديوتين في بطولة العالم بأكادير سنة 2007 بالإضافة إلى فضية إدريس مساعد بنفس البطولة بطولة العالم أكادير سنة 2007 بمدينة أكادير وبالإضافة إلى التتويج محمد ربيعي سنة 2015 بذهبية وزن 69 كيلوغرام في إطار بطولة العالم اللي انضمتها يعني دولة قطر بالدوحة وأيضا تلتها يعني البرونزية ديال ريو دي جانيرو الألعاب الأولمبية بالبرازيل سنة 2016 بالإضافة إلى تنظيم يعني الجامعة لواحد المجموعة ديال التظاهرات الرياضية واللي تبت من خلال المغرب من خلال الجامعة الملكية المغرب الملكمة على أنه قادر يعني يحتضن أكبر التظاهرات الرياضية بواحد التنظيم اللي هو يعني جيد وتفعيل يعني واحد دفتر تحملات اللي دقيق ودقيق جدا على المستوى التنظيمي وبالتالي فالجامعة يمكن القول على أنها تسير يعني في الطريق الصحيح ومن حسن الأحسن وتطمح لما هو أحسن والآن صراحة الموسم الرياضي المقبل الجامعة مقبلة على التنظيم يعني بالتحديد يعني في شهر نوفمبر المقبل لكأس محمد السادس الدولية واللي غتحتضنه يعني عاصمة النخيل مدينة مراكش اللي تمنوا على أن الأبطال ديالنا المغاربة يتألقوا إلى جانب يعني البطلة العالمية خارج المرضي على أمل تحقيق نتيجة إيجابية إن شاء الله والظفر بكأس محمد السادس الدولية للملاكمة.